بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. تعليق على تفسير سورة البقرة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الدرس السابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الثانية والأربعون، أن بالطاعة خير الدنيا والآخرة وبالمعصية العكس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه. ما زال الشيخ رحمه الله في بيان المسائل التي استنبطها من قوله تعالى: اتبعوا ما تتلو الشياطين، إلى قوله: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. قال في هذه المسألة أن الطاعة فيها خير الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الطاعة فيها خير في الدنيا وخير في الآخرة، كما في هذه الآية وغيرها من الآيات. والسيئة بالعكس، فيها شر في الدنيا شر في الآخرة. في الدنيا تنقص الإيمان، وقد تجر إلى ما هو شر منها، وفي الآخرة إذا لم يتب منها ومات ولم يتب منها فإنه معرض للوعيد والعقوبة في الآخرة. فالمسلم يحرص على فعل الطاعة ويتجنب المعصية، هذا كما في قوله تعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا مثوبة من عند الله خير، خير مما حصلوا عليه في الدنيا من المال والجاه وغير ذلك. وخير في الآخرة مثوبة من عند الله لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون علما ينفعهم، وإلا هم يعلمون، لكن لو كانوا يعلمون علما ينفعهم، لأن ما كل علم ينفع صاحبه. نعم. المسألة الثالثة والأربعون، أن في من ينتسب إلى العلم من يختار الكفر على الإيمان مع علمه أن ما اختاره لا حظ له في الآخرة، كحالة اليهود. اليهود عندهم علم بما أنزل الله عليهم التوراة وما علمهم رسوله وكليمه موسى، علمتهم إياه الأنبياء الذين جاءوا من بعد موسى والعلماء فيهم، فهم عندهم علم لكن لم ينتفعوا بعلم، فدل على أن العالم قد يختار الكفر على الإيمان، كما أن اليهود نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم عن التوراة التي فيها وصف محمد صلى الله عليه وسلم ووجوب الإيمان به،
واستبدلوا بالتوراة كتب السحر التي كان يعمل بها الشياطين، كان الشياطين يعملون بها فيما بينهم، تبعوا ما تتلو الشياطين، ما تتبع التلو معناه الاتباع، ما تتلو الشياطين على ملك سليمان أي في عهد سليمان، في عهد سليمان، لأن الشياطين مستمرون على السحر وعلى غيره الكفر عهد سليمان وغيره، لكن اليهود اتبعوا ما كان عند السحرة، لم يتبعوا سليمان عليه السلام، لم يتبعوا نبي الله، وإنما تبعوا ما تتلو الشياطين، وهم يعلمون الحق، يعلمون الحق، ما هم جهال. فدل على أن الكافر قد يختار الكفر كما اختارت اليهود الكفر لتعاطيهم السحر، وهو يعلم أنه شر، لكن يحمله الهوى، يحمله الطمع، والنفس الأمارة بالسوء يحمله على اختيار الكفر على الإيمان. نعم. المسألة الرابعة والأربعون: أن الإنسان يجتمع فيه الضدان، يعلم ولا يعلم. نعم، الضدان مختلفان، العلم وعدم العلم، فهم يعلمون ولكن كأنهم لا يعلمون، كأنهم لا يعلمون، فاجتمع فيهم العلم وعدم العلم لأنهم لم يعملوا بعلمه وأخذوا بضده وهو السحر، فيجتمع في الإنسان الضدان، العلم وعدم العلم، عدم العلم النافع، ويعطى العلم الذي هو المعرفة، ولكن لا يعطى العلم الذي هو الاتباع، خشية الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم على قسمين: علم ظاهر وعلم باطن. علم الظاهر الحفظ والفقه والفهم ومعرفة الأمور، علم الباطن الذي هو خشية الله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن الناس من يعطيه الله العلم ظاهرا وباطنا، ومنهم من يعطى العلم الظاهر ويحرم من العلم الباطن، ومنهم من يحرم الأمرين، العلم الظاهر والباطن. نعم. الخامسة والأربعون: بيان غبنهم والتسجيل على فرط جهلهم في هذا الشراء. بيان عدله سبحانه وتعالى في خلقه، وهو أنه يجازي الكافر والمعاند المتمرد على حرمات الله والمتطاول على عباد الله، يجازيه، هذا عدل، عدل منه، إقامة للعدل على من تجاوز حدوده، فعذابه للكفار
وللعصاة، هذا عدل منه سبحانه وتعالى. وأما تفضله على المؤمنين وإعطائهم الخير في الدنيا والآخرة فهذا فضل، هذا فضل منه سبحانه وتعالى وإحسان. الله عنده فضل وعنده عدل، فيضع الفضل في موضعه ويضع العدل في موضعه، هذا هو الحكمة. ولهذا يقول المتنبي: ووضع الندى في موضع السيف للعلا مضر كوضع السيف في موضع العلا، في موضع الندى. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. يوضع كل شيء في محله، السيف وهو الانتقام والقتل يوضع في من يستحق، والندى وهو العطاء والخير هذا يعطى من يستحق، وهذا هو الحكمة. نعم. السادسة والأربعون: أن السبب في هذا الشرك اشتراء شيء خسيس تافه من الدنيا. السبب الذي جعل اليهود يقدمون على هذه الجريمة وهي نبذ التوراة، كتاب الله، وأخذهم السحر، السبب في هذا أنهم يريدون الطمع الدنيا والرئاسة وجمع المال، فهم آثروا الخسيس على النفيس. وليس هذا خاصا باليهود، كل من باع دينه بدنياه أو كذلك، كما جاء في الحديث أنه في آخر الزمان عند حصول الفتن التي كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. الذي يؤثر وظيفته وعطاء الناس له على دينه هذا هو الذي أخذ الخسيس وترك الشيء النفيس. الإنسان المؤمن تمسك بدينه ولا يبيعه بثمن أبدا، لا يبيع دينه بثمن من الأثمان مهما بلغ، يتمسك بدينه. وأما غير المؤمن فعلى العكس، يبيع دينه بأبخس الأثمان طمع اليسير. نعم. السابعة والأربعون: أنهم لمحبتهم ما هم عليه من الجاهلية وغرامهم به نبذوا كتاب الله الذي عندهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعرفونه. نعم. السابعة. نعم. السابعة والأربعون: نعم. أنهم لمحبتهم ما هم عليه من الجاهلية وغرامهم به نبذوا كتاب الله الذي عندهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعرفونه. نعم. أنهم بسبب حبهم لما هم عليه من الجاهلية والهوى يحبون هذا الشيء، فلذلك نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، اشتروا به ثمنا قليلا كأنهم لا يعلمون، لأن العلم الذي لا ينفع صاحبه أضر من الجهل. الجاهل قد يعذر، لكن العالم الذي يخالف علمه
هذا لا يعذر، مغضوب عليه أنه ليس له عذر. ما الجاهل وقد يكون له عذر. فاليهود من هذا الصنف ليس لهم عذر فيما هم عليه لأنهم يعلمون، لكن كأنهم لا يعلمون. وهذا كما تقدم وتكرر أنه ليست العبرة بالعلم وحده مهما كثر ومهما، إنما العبرة بالاستقامة، عبرة بالاستقامة والعمل بالعلم. وربما يكون علم يسير ينفع الله به صاحبه، ويكون علم غزير كثير يضر صاحبه لأنه لم يعمل به، ويؤثر عليه، يؤثر على العمل به حظوظه من الدنيا. نعم. الثامنة والأربعون، أن الذي حملهم على هذه العظام أنه أتاهم أمر من الله موافق لدينهم لكن مخالف لعاداتهم الجاهلية. قال تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. كانوا في الجاهلية وهم بالمدينة يجاورون الأوس والخزرج، وكان بينهم وبين الأوس والخزرج حروب وعداوات، فكانوا إذا نشب بينهم القتال أو الخلاف يهددون الأوس والخزرج ويقولون سيبعث نبي، سيبعث نبي، يجدون هذا في التوراة، وسنكون معه عليكم فننتقم منكم. يستفتحون على الذين كفروا، على أهل الجاهلية، يستفتحون ببعثة هذا الرسول المنتظر. فلما جاءهم ما عرفوا، جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كانوا يعرفونه، لم يصدقوا في قوله بل حسدوه وكفروا به وهم يعلمون أنه رسول الله، وكذبوا بكتابهم الذي معهم وهو التوراة الذي يأمرهم باتباع هذا الرسول، وهم معترفون به، يستفتحون به على أعدائهم في الأول. فما الذي قلبهم؟ هو الهوى والحسد وحب الطمع الدنيوي، نسأل الله العافية. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، هذه حالة اليهود. وانظر إلى عدل الله سبحانه أن الأوس والخزرج من الله عليهم فاتبعوا هذا الرسول، اتبعوا هذا الرسول فحصلوا على الخير العاجل والآجل، وهم كانوا كفارا، على الذين كفروا كانوا كفارا، لكن لما قبلوا الحق، لما قبلوا الحق وآمنوا بهذا الرسول حصلوا على خيري الدنيا والآخرة. ولما لم يقبل اليهود الحق وهم يعرفونه حصلوا على خيبة الدنيا والآخرة. فالواجب على من عرف الحق أن يتبعه ولا يقدم عليه شيئا،
من مطامع الدنيا مهما بلغت، يؤثر الحق ويتبعه. فالأوس والخزرج لما اتبعوا الحق حازوا على خيري الدنيا والآخرة. وكان في تهديد اليهود لهم بهذا الرسول الذي سيبعث كان سبب خير للأوس والخزرج، لأنهم لما سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في منى لما جاءهم وتلى عليهم القرآن قالوا إن هذا هو الذي تتهددكم به اليهود، ألا يسبقوكم إليه؟ فبايعوه، بايعوه رضي الله عنهم بيعة العقبة. فالذين لا يعرفونه كانوا كفارا وجاهلية، لما تبين لهم الحق وأخذوا به صار الحظ لهم. الذين كانوا يعرفونه ويتيقنونه ويهددون الناس به لما كفروا به خسروا الدنيا والآخرة. نعم. التاسعة والأربعون: الفرق بين المعجزات والكرامات وبين ما يفعله الشياطين تشبها بذلك وتشبيها. الخارق للعادة، الخارق للعادة، هذا إذا كان على يد نبي فإنه معجزة، مثل إحياء الموتى لعيسى، ومثل القرآن لمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا خارق للعادة. أعجز الجن والإنس والعرب والعجم أن يأتوا بسورة من مثله، هذا معجزة. فإذا جرى خارق العادة على يد صالح مؤمن فإن كان نبيا فهو معجزة وآية على رسالته ونبوته، وإن جرى على يد عبد صالح وليس نبيا فهو كرامة من الله سبحانه وتعالى، إما لحاجته إليه وإما لحجته ليحتج به على من خالفه. وإن جرى على يد شيطان أو كافر فإنه ليس معجزة ولا كرامة، وإنما هو خارق شيطاني، مثل السحر، مثل السحر وما يعمله الشياطين، شياطين الإنس والجن، من الأمور التي هي خارقة للعادة لكنها ليست معجزة وليست كرامة، وإنما هي خارق شيطاني وحال، حال شيطاني. نعم. فهذا هو الفرق بين هذه الأمور: المعجزة، الكرامة، الخارق الشيطاني. نعم، شياطين الإنس والجن يكون عندهم خوارق، يمشون على الماء، يدخلون في النار ويأكلون النار وما أشبه ذلك، هذه خوارق شيطانية. الشياطين هم الذين يساعدونهم على هذه، يطيرون بهم في الهواء، يمشون بهم على الماء، هذه خوارق شيطانية، ما هم من فعل البشر وإنما هم من فعل الشياطين، لأن الشياطين عندها مقدرة ليست عند البشر. فإذا خضع لهم بنو آدم، إذا خضعوا للشياطين وأطاعوهم، الشياطين تخدمهم بما يريدون، كما قال جل وعلا: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن، ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن
قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها. استمتع بعضنا ببعض. فالإنس استمتع بالجن في أنه خدمه، والجن استمتع بالإنس في أنه عظمه وخضع له. فكل واحد منهم استمتع بالآخر. هذه طريقة الشياطين مع أوليائهم. فما يجري على أيدي الفساق والمجان وما يجري على أيدي الملاحدة والزنادقة من الأمور الخارجة للعادة، هذه ليست معجزة وليست كرامة. وإن كان الصوفية انخدعوا بها فاعتقدوا أن الذي تجري على يده الخوارق أنه ولي، صاروا يعبدونه وهو ولي للشيطان وليس وليا للرحمن. فنحن ننظر إلى حالة الشخص ولا ننظر إلى الخارق الذي معه، ننظر إلى حالته، ننظر إلى حالته، هل هو مؤمن أو غير مؤمن. نعم. المسألة الخمسون، التنبيه على قول الصحابي هل يأتي الخير بالشر، وجوابه صلى الله عليه وسلم. نعم، رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث عن الفتن في حديث حذيفة بن اليمان الطويل، تحدث عن الفتن وأنه تارة يأتي خير وصلاح وتارة يأتي شر وتارة يأتي مختلط بين الخير والشر، حديث حذيفة المعروف. فقال رجل يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت حتى فرغ من حديثه، ثم قال أين السائل يأتي الخير بالشر؟ قال نعم أنا يا رسول الله. قال الخير لا يأتي إلا بخير، ولكن الدنيا إذا ازدهرت فإنها قد تأتي بشر. المراد بأن الخير يأتي بالشر يعني الفتنة في الدنيا. الدنيا خير لأن فيها مال وفيها مسرات وفيها شهوات مشتهيات، هي خير، لكنها تأتي بشر. إنسان إذا أعطي المال أشر وبطر وتكبر وبخل إلى غير ذلك، فيكون الخير أتاه بشر. نعم. الحادية والخمسون، إنه لا ينبغي للإنسان أن ينكر ما لم يحط به علمه، فقد ضل بالتكذيب بهذه القصة فئام من الناس لظنهم أنها تخالف ما علموه من الحق، وتكلم بسببها ناس في نبي الله سليمان بن داود عليه السلام. هذه المسألة أو هذه القصة التي جرت على عهد سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. الناس انقسموا إلى أقسام في هذه القصة، بعضهم آمن بها وسلم لها وهم أهل العلم والإيمان ولم يعترضوا عليها على ما جاءت، لم يتعرضوا لها بإنكار ولا بتحريف ولا بشيء، آمنوا بها كما جاءت لأنها في كتاب الله سبحانه وتعالى في القرآن، الله ذكرها في القرآن
ومنهم من كذب بها والعياذ بالله، قال أبدا هذه ما لها أصل، هذه ما لها أصل، ولا يمكن إن هذا يحصل في عهد سليمان، ولا لأن سليمان نبي من أنبياء الله. نعم هو نبي من أنبياء الله، ولكن ليس معنى ذلك أنه لا تحصل هذه القصة في عهده عليه الصلاة والسلام. أنكروها، وهذا مثل مثل المفكرين اللي يسمون المفكرين من الذين يدعون العلم وهم ما عندهم علم، عندهم تفكير ويعتمدون على عقولهم فيكذبون بما لم يحيطوا بعلمه، وما أكثرهم الآن كل شيء يخالف عقولهم يقول أبد هذا ما الوصف، لا يخالف العقول ولا كل شيء يخالف عقولهم وأفكارهم كذبون، هذا لا يجوز، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تأويله. فهناك من كذب بهذه القصة ونفى أن تكون على عهد سليمان لجهله بذلك واعتماده على عقله وعدم اعترافه بقصور علمه. أخي إذا لم تعلم الشيء لا تدخل فيه، لا تدخل فيه، تكلف نفسك، سلم ولا تدخل في شيء وأنت لا تحسنه، ولو خالف عقلك وخالف. الفئة الثالثة الذين والعياذ بالله صدقوا القصة ونسبوها إلى سليمان ولم ينزه سليمان منها. الله جل وعلا قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، سليمان بريء منها ولا تعاطى السحر أبدا، ما يمكن نبي من الأنبياء يتعاطى السحر لأنه كفر، والنبي لا يفعل الكفر أبدا. وما كفر سليمان يعني ما سحر ولا تعاطى السحر، وإنما هو من عمل الشياطين الذين كانوا في عهده، فهما أثبتوها ولكن ألصقوها بسليمان ولم ينزهوه كما نزهه الله منها، وهذا أيضا لجهلهم. فالناس في هذه القصة تبعوا ما تتلو الشياطين إلى آخر الآيات على ثلاثة أقسام، قسم كذب بها ونفاها لأنها تخالف عقله وفكره، وقسم آمن بها ونسبها إلى سليمان والعياذ بالله، لم يبرئ نبي الله منه وقال إن سليمان ما سخر الشياطين إلا بالسحر، نسأل الله العافية، ويعني ما سخرهم على أنه معجزة له وأن الله سخرها له، سخرها لسليمان باب المعجزة، الشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا أمن أو أمسك بغير حساب، هذه كرامة من معجزة من الله سبحانه وتعالى. يقولون لا، سليمان ما سخر الجن إلا بالسحر، نسأل الله العافية، فنسبوه إلى سليمان. وقسم وهم المؤمنون آمنوا بهذه القصة وأثبتوها ونزهوا سليمان عليه السلام منها، نسبوها للشياطين كما نسبها الله سبحانه وتعالى وبرأ نبيه منها، وهذا هو الصواب والحق طريق السلامة. الحاصل أنه إذا عرض لك مشكلة في كتاب الله أو في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تفهمها توقف عنها ولا تدخل فيها بنفي ولا إثبات، توقف فيها لا تدخل فيها وأنت لا تحسن الدخول،
فهذه فائدة عظيمة وقع فيها كثير من الناس. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. ود كثير من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، كثير، هم كلهم، هم كل أهل الكتاب. أهل الكتاب منهم المؤمنون مستقيمون على طاعة الله، ليسوا سواء، أهل الكتاب أمة قائمة دون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وفي آخر سورة آل عمران: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وفي سورة المائدة، في سورة المائدة: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ويدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وفي آخر سورة الإسراء: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا الكتاب من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ما هو كل أهل الكتاب، لكن كثير منهم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم أيها المؤمنون، لو يردونكم من بعد إيمانكم بالرسول صلى الله عليه وسلم اتباعكم له كفارا يريدون أن يخرجوكم من الإسلام، وهذا مستمر مع اليهود والنصارى إلى أن تقوم الساعة. وما مخططاتهم الآن ومكرهم بالمسلمين ومضايقتهم للمسلمين إلا دليل على هذا ومصداق لهذه الآية، مصداق لهذه الآية. فكيف نحسن الظن بهم، كيف نحسن الظن بهم ونثق ونغفل عن مكرهم وشرهم؟ لا يجوز هذا. وإن تعاملنا معهم بالعهود والمواثيق والمعاملات المصلحية بيننا وبينهم فنحن لا نثق بهم ولا نأمنهم أبدا، لا نأمنهم أبدا أن يدبروا لنا ويخططوا لنا. هذه سجيتهم، الحسد هو الذي حملهم على هذا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم، إيمانكم بالرسول صلى الله عليه وسلم ودخولكم في الإسلام، لأنهم عرفوا أن هذا هو الخير والسعادة وهم لا يريدون لكم الخير ولا يريدون لكم السعادة، يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. الذي حملهم على هذا حسدا
عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ما أتوا هذا عن جهل بالرسول أو عن جهل بدين الإسلام، هم يدرسون الإسلام دراسة دقيقة، المستشرقون منهم يدرسون الإسلام دراسة دقيقة ويعرفون الإسلام حقيقة الإسلام، لا محبة فيه وإنما من أجل عمل الخطط والكيد لهذا الإسلام وأهله، حسدا من عندي أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، تبين لهم حقيقة الإسلام وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، منعهم الحسد من اتباعه لأنهم يريدون أن تكون النبوة في أهل الكتاب، تكون النبوة في بني إسرائيل، تكون النبوة في بني إسرائيل ولا تخرج عنهم. هالمرة جاءت النبوة في بني إسماعيل، في بني إسماعيل، هم لا يريدون أن تخرج النبوة من بني إسرائيل من بني يعقوب، هذا الذي حملهم على بغض الإسلام والمسلمين، الحسد، هذا في خطورة الحسد، أن الإنسان يستعيذ بالله من الحسد ومن شره، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ثم وجه الله المؤمنين نحو هذه القضية كيف يتعاملون معه، قال فاعفوا واصفحوا، اعفوا واصفحوا، استعملوا العفو وعدم المبادرة بعقوبتهم. إلى متى؟ يعني نتركهم دائما؟ لا، حتى يأتي الله بأمره، حتى يأتي الفتح والجهاد في سبيل الله، حينئذ ينتصر الإسلام ويندحر الكفر وأهل الكفر، حتى يأتي الله بأمره. إن الله على كل شيء قدير، الله قادر على أن يغير الأمور، أن يغير الأمور، فيغير حال المسلمين من الضعف والاضطهاد إلى حالة القوة والعزة، ويغير حال الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم إلى الذل والخسار والهوان. الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء. نعم، اعفوا واصفحوا ولا تنازلوا عن دينكم من أجل إرضائهم أو من أجل السلامة منهم، أو لا، اصبروا، اصبروا مع العفو عنهم والصفح مؤقتا إلى أن يأتي الله بأمره بالنصر للإسلام والمسلمين. نعم. وقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. نعم، مع العفو والصفح اشتغلوا بعبادة الله، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ولا يضركم أعداؤكم وما يعملونه لكم. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل. نعم. الأولى كون أناس ينتسبون إلى العلم وأين يجري منهم هذا عمدا جرأة على الله، وما أكثر من ينكر هذا. نعم، المسألة الأولى. قال كون أناس ينتسبون إلى العلم. نعم. وأين يجري منهم هذا عمدا جرأة على الله، وما أكثر من ينكر هذا. نعم، كون أناس ينتسبون إلى العلم، اليهود والنصارى أهل علم، عندهم علم
وكتب التوراة والإنجيل، ومع هذا حصل منهم ما حصل نحو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، وهم يعلمون وليسوا جهالا في هذا الأمر، فهم عندهم علم لا ينفع. العلم هو كل علم ينفع، عندهم علم لكنه لا ينفع، يكون ضررا عليه. المسألة الأولى كون أناس ينتسبون إلى العلم، نعم، وأين يجري منهم هذا عمدا جرأة على الله، نعم، يجري منهم هذا وهو يريدون أن يردوا المسلمين عن دينهم جرأة على الله سبحانه وتعالى، يجري منهم هذا مع ما عندهم من العلم، يدعون إلى الضلال ويحاولون صرف المؤمنين عن دينهم، فهذا شأن علماء الضلال دائما وابدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خشي على أمته من الأئمة المضلين، من الأئمة المضلين، قال وإنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. فالعالم الضال خطر على المسلمين، خطر على المسلمين، مثل اليهود والنصارى علماء، وهذا موقفهم من الحق وأهله، لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. فهذا فيه التحذير من علماء الضلال وعدم الانخداع بهم، ولا يقال هؤلاء علماء وما يقولونه حق وهو الصواب، قد يكون العالم هو السبب في إضلال الناس، إلا إذا هداه الله استقام على العلم. نعم. قال وما أكثر من ينكر هذا، نعم، من ينكر ما ذكره الله في هذه الآية، يقولون أبداً اليهود والنصارى أصدقانا ما يريدون لنا إلا الخير وما أشبه ذلك، ولا يصدقون بأن اليهود والنصارى يحاولون رد المسلمين عن دينهم. هذه قضية ينبغي التنبه لها. نعم. صلى الله عليك. المسألة الثانية التنبيه على كثرة هذا الصنف. والآن يقولون الأديان الثلاثة يجب أنها تتآخى وأنها لا يكون بينها، هذا ما هو بحاصل، ما هو بحاصل أن اليهود والنصارى يتركون عادتهم، يتركون حقدهم وحسدهم، ما يمكن هذا. حتى لو أظهروا لنا، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم، لو أظهروا لنا المودة وأظهروا لنا الصداقة، لكن قلوبهم تغلي علينا، تغلي غليان، فيجب الحذر منهم دائما وأبدا. ولا نقول الأديان الثلاثة، ما فيه إلا دين واحد من الإسلام، الأديان الثلاثة وين نسخت؟ انتهت الأديان، ما بقي إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم، ما فيه أديان ثلاثة. قال صلى الله عليه وسلم والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وفي الحديث الصحيح لا يسمع بي
يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا دخل النار. ما بعد محمد صلى الله عليه وسلم ما فيها ديانة، انتهت. لكل أجل كتاب، كل دين له وقت محدد ينتهي به. فوقت التوراة والإنجيل انتهى بالقرآن، انتهى ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وقت لكل أجل كتاب، أجل التوراة وأجل الإنجيل انتهى، وبدأ أجل القرآن، وسيستمر إلى أن تقوم الساعة. لا فيه الديانة الثلاثة. بعضهم يقول أنا أود، وهذا بعد من الزعماء، وأنا أود أنه يبنى مسجد وكنيسة وبيعة متجاورة، وأود أني أطبع القرآن والتوراة والإنجيل في غلاف واحد، قاله بعض الزعماء مع الأسف. هذا من جهله وعدم علمه. نقول انتهى الأديان كلها، نسخت لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ما فيه إلا دين واحد. نعم. المسألة الثانية، التنبيه على كثرة هذا الصنف. نعم، ود كثير. شوف، ما قال ود بعض أهل الكتاب، بل قال كثير من أهل الكتاب، يعني ما خرج من هذا إلا القلة منهم، وهم المؤمنون، المؤمنون من أهل الكتاب، وأما أكثرهم فهم على هذا الوصف. نعم. المسألة الثالثة، كون المنتسب إلى العلم يقضي إضلال غيره إذا عجز عنه. كون المنتسب إلى العلم يقضي إضلال غيره إذا عجز عنه. يبغي ولا يقضي؟ يقضي. ها؟ يقضي إضلال غيره. ها؟ إذا عجز عنه. إذا عجز عنه. نعم. بعض المنتسبين إلى العلم إذا عجز عن رد المؤمن عن دينه فإنه يحاول إغلاله، يحاول إغلاله وأن يقربه إلى الكفر، ولا يبقى معه من دينه إلا الاسم أو شيء يسير. ف بعض من ينتسب إلى العلم هذه مهنته، إذا يحاول رد الناس، رد المسلمين عن دينه، فإذا لم يستطع أيحاول إغلالهم وإدخال الضلالات عليهم والأفكار السيئة عليهم. هذه طريقة أهل الكتاب أو كثير من أهل الكتاب. ودوا لو تكفرون كما كفروا وتكونون سواء، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم بعد إيمانكم إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، تنقلبوا خاسرين. هذا عموم الكفار. واليهود والنصارى الدرجة الأولى من هذا الفكر الضال. فالله حذرنا من الجميع، حذرنا من اليهود والنصارى، حذرنا من بقية الكفار. ود كثير من أهل الكتاب، اليهود والنصارى. نعم. المسألة الرابعة، أن سبب هذا الأمر الغريب هو الحسد. نعم.
لا خوف مضرة ولا طلب مصلحة. المسألة الرابعة: أن سبب هذا الأمر الغريب هو الحسد. أن سبب كون اليهود والنصارى يتبنون محاولة رد المسلمين عن دينهم، إخراجهم من دينهم، هم يقولون لا تطلبون منهم أنهم يدخلون باليهودية والنصرانية، لا تطلبون منهم هذا، فقط أخرجوهم من دينهم، أخرجوهم من دينهم يكفي، إنهم إذا أخرجتوهم من دينهم يكفي، وليسوا أهلا لأن يكونوا نصارى أو يكونوا يهودا. اليهود يقولون لا، اليهودية ما يدخل فيها إلا أهلها، لا يدخل فيها أحد، يحجزونها لأنفسهم، فهم يحاولون رد المسلمين عن دينهم ولو لم يدخلوا في دين اليهود والنصارى، لو يردوكم عن دينكم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم عن دينكم، ودوا هذا، ودوا لو تكفرون، ما قال ودوا أنكم تدخلون باليهودية أو بالنصرانية، بس يريدون ردكم عن دينكم، بس أن ترتدوا عن دينكم، لأنهم يعلمون أن دينكم هو الحق، وأن اليهودية والنصرانية منتهية ليست حقا، فهم يريدون أن يحرموكم من هذا الميراث الذي أعطاكم الله إياه وفضلكم به، يريدون أن تكونوا مثلهم، تكفروا كما كفروا، تكونون سواء، تكفروا بمحمد كما كفروهم بمحمد، فتكونون سواء في الكفر، نسأل الله العافية. نعم. المسألة الخامسة: أن المنتسب إلى العقل والعلم قد يسعى فيما يعلم أنه مصلحة لدنياه ليزيله، وفيما يعلم أنه مضرة لدنياه ليأتي به، فإنهم يعلمون أن زوال المفاسد وحصول المصالح في هذا الدين، وكانوا يستفتحون به قبل مجيئه على من ظلمهم، فلما جاءهم حملهم الحسد على ما ذكر. هذا كما تقدم أنهم كانوا يستفتحون، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، ولما جاءهم كتاب من عند الله، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فهم كما سبق أنهم كانوا يعترفون أنه حق وأنه سيحصل، وما منعهم من الإيمان به واتباعه إلا الحسد للرسول ولأمته، كما ذكرنا لكم، يريدون أن تبقى النبوة في بني إسرائيل ولا يريدونها أن تكون في بني إسماعيل، ولكن الله جل وعلا أتاهم بغير ما يرغبون، فجعل النبوة آخر النبوات وخاتم الرسالات، جعلها في بني إسماعيل، فبعث محمدا صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل عليهم الصلاة والسلام. حسدوا لما لم يتمكنوا من صرف النبوة إليهم، ما بقي لهم إلا الحسد، فحسدوا هذا الرسول وحسدوا أمته، ويحاولون أن يصرفوا من آمن به عن اتباعه إلى الكفر، أن يخرج من دينه فقط، ما هو لازم يدخل في اليهودية ولا في النصرانية، لكن يردوه عن دينه يكفي هذا. نعم.
المسألة السادسة لعله يكفيها. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وفي علمكم، ونستأذن معاليكم في أخذ الأسئلة وننتقل للإخوة في الرياض. أحسن الله إليكم، هل اليهود والنصارى اليوم يعتبرون أهل الكتاب؟ نعم. هل يعتبرون أهل الكتاب؟ نعم، هم أهل الكتاب في كل زمان وما ما في شك أنهم أهل الكتاب، ويعاملون معاملة أهل الكتاب إلى آخر الزمان. كل من انتسب إلى التوراة أو الإنجيل فهو من أهل الكتاب، ويعامل معاملة أهل الكتاب. نعم. السؤال الثاني من دولة إنجلترا يقول: ما حكم الجمع بين الصلاتين، حيث إننا هنا في الصيف نجمع بين المغرب والعشاء، والكثير من المشايخ أئمة المساجد يفتون بالجواز، حيث أن علامة العشاء تختفي وقت الصيف، ونحن نجمع درءا للخلاف والفتنة، أفتونا مأجورين. هذه مسألة عرضت على المجامع الفقهية في مكة وفي المجمع الدولي الإسلامي الدولي، وعرضت على هيئة كبار العلماء، وهي مسألة البلاد التي يختلف فيها الليل والنهار، كالبلاد الإسكندنافية التي نصف السنة ليل ونصفها نهار، لا تغيب عنها الشمس في فترة، وقد تغيب مدة طويلة. فالعلماء اجتهدوا في هذا، فمنهم من قال يعتبرون أقرب البلاد إليهم التي فيها ليل ونهار، يقتدون بهم، أقرب البلاد إليهم التي خلال 24 ساعة يأتي فيها ليل ونهار، فيأخذون بتوقيتهم أقرب الناس إليه. ومن العلماء ومن قال غير هذا، فقال الذين يأتي عليهم خلال 24 ساعة ليل ونهار يعتبرون الليل صلوات الليل في الليل، ويعتبرون صلوات النهار في النهار، ولو كان أحدهما قصيرا والآخر طويلا. وأما إذا كان لا يأتي عليهم خلال 24 ساعة، لا يأتي عليهم ليل ونهار، يعني نصف ستة أشهر ليل وستة أشهر نهار، إيش يعملون هؤلاء؟ كما ذكرت لكم، منهم من قال يشوفون أقرب بلد إليهم فيه ليل ونهار فيأخذون بتوقيتهم، ومنهم من قال يأخذون بتوقيت مكة، يأخذون بتوقيت مكة. وما زال البحث في هذا لم يتوصل فيه إلى حل نهائي. فهذه المسألة أنا لا أجيب عنها الآن، هذه تعرض على هيئة كبار العلماء أو على اللجنة الدائمة، وينظرون فيها على ضوء ما صدر فيها من المجامع ومن هيئة كبار العلماء. نعم. من كان يعرف ساحرا ولم يبلغ عنه خوفا من أن يسحر، فما حكم ذلك؟ من عرف عن وجود ساحر فلا يجوز له أن يسكت ويتركه. أنت لو علمت وجود سارق يسرق أموال الناس ويسطو على البيوت، يجوز لك تسكت عنه ولا تبلغ عنه؟ تبلغ عنه، هذا أشد من السارق، هذا خطره على الدين، ما هو على الأموال ولا على الأنفس، خطره على الدين، يجب عليك أن تبلغ عنه بالطريقة التي تناسب، بالطريقة التي تناسب مع المسؤولين. نعم.
بما يطرح في الآونة الأخيرة مما يسمى بالبرمجة العصبية، حيث أنهم يأتون بخوارق مثل المشي على الجمر وغيرها، مع العلم أن من يقوم بذلك أناس ثقات لم يعرف عنهم الاستعانة بالشياطين. يا أخي، الثقات قد ينحرفون. من هو الثقة المأمون اللي ما المعصوم اللي ما ينحرف؟ ما نقول ثقات ولا نقول علماء. قل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نحن لا نشك في عقيدتنا ولا في ديننا ولا نسمح في دخول الخرافات ودخول الضلالات بأي اسم سميت، رياضة أو ما رياضة أو برمجة عصبية أو قراءة الكف أو قراءة الكتابة والحروف ومعرفة حال الشخص من كتابته أو ما أشبه ذلك. كل هذا من الخرافات ومن الضلالات ولا يلتبس علينا أبدا. نحن على بصيرة من ديننا ولله الحمد ومن عقيدتنا. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نحن طلاب رحلة علمية، نريد توجيه كلمة من معاليكم، وما رأيكم في مثل هذه الرحلات؟ طلب العلم أمر واجب على المسلم، وإذا اقتضى الأمر أنه يرحل لطلبه هذا في سبيل الله يرحل. رحل موسى عليه السلام لطلب العلم كما ذكر الله ذلك في القرآن، قصته مع الخضر. وأئمة الإسلام معروف عنهم الرحلات العلمية. الله جل وعلا قال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. ينفروا بمعنى يخرجون من بلدهم إلى بلد آخر لطلب العلم، تفقه في الدين، فهذا شيء مطلوب. ولكن الشأن في الضوابط، لأن بعض الرحلات يكون معها متعالمون يلقنون الطلاب أشياء لا أصل لها في العلم، من اختيارهم ولا من أفكارهم ولا من هذه ناحية. الناحية الثانية في الناس يستغلون الرحلات لأمور سياسية ليلقنوا الطلاب الخروج على ولاة الأمور والتكفير في المسلمين وما أشبه ذلك، هذا أيضا خطر. أما الرحلة المضبوطة التي هي لطلب العلم حقيقة والتي يراد منها الاتصال بأهل العلم وحضور دروس العلماء، هذه طيبة، وهذا ما نرجوه لغالب الرحلات في بلادنا، أنها إن شاء الله منضبطة وأن القائمين عليها يضبطونها بالضوابط الشرعية، وأن يحذروا من أن يدخل معهم عناصر تفسد عليهم مقصودة أو يندس معهم من ليس منه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: اضطرب بعض الناس في الأخذ بالفتاوى بعد إظهار الإعلام الفتاوى شاذة، فهل من كلمة توجيهية من معاليكم لطلاب العلم وعامة الناس؟ الفتوى لا تؤخذ من أي أحد، لا تؤخذ من أي أحد، من جاهل أو من عالم أو من ضال أو من مهتدي، تؤخذ الفتوى عن أهلها، عن أهل العلم المستقيمين على طاعة الله، فيرجع في الفتوى إلى مظانها ومصادرها ولا تؤخذ من كل أحد. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن الله جل وعلا قال لنا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول
كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذا حصل خلاف في الفتاوى أو في الأقوال فالله أعطانا الميزان الذي نزن به الصحيح من الخطأ والهدى من الضلال، وهو الرجوع إلى القرآن والسنة، فما وافق القرآن والسنة فهو حق، وما خالفهما فهو خطأ أو ضلال نتجنبه. والذي يعرف هذا هم العلماء، يرجع إلى العلماء الذين يعرفون الأخذ من الكتاب والسنة بالقواعد الشرعية والأصولية. ما كل واحد يقول أنا أخذ بالكتاب والسنة على ما أرى وعلى ما، لا، الأخذ من الكتاب والسنة له أناس خصصون، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. أولي الأمر، أولي الأمر هم العلماء والأمراء، كلهم في اختصاصه. العلماء ما كل يأخذ من الكتاب والسنة ويقول أنا أخذت من الكتاب والسنة. عندك مؤهلات لذلك؟ أغلبهم ما عنده مؤهلات، فينبغي أن توضع الأمور في مواضعها. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: يوجد من يزهدون الناس في أهمية التركيز على التوحيد في الدروس والمحاضرات، ويقولون الحمد لله كلنا موحدون لله ولا يوجد عندنا شرك، وإنما يجب أن نركز على أمور العبادات الأخرى وعلى ما يرقق قلوب الناس ويزهدهم في الدنيا من ذكر قصص الصالحين والعباد والزهد وهكذا. في طريق مختصر للجواب عن هذه الشبهة، أن نقول له: أن تقول لنا نعرف التوحيد، بيّن لنا التوحيد ما هو، هذا الذي تعرفه، تراه ما يعرف التوحيد ولا يدري ما هو، قل له بيّن لي التوحيد. يقول أنا عارف الشرك، بيّن لنا الشرك ما هو، بيّن لي التوحيد والشرك. إذا أنك عندك علم من التوحيد والشرك الحمد لله، إذا ما عندك فكيف تدعي شيئا ليس لك؟ وهذا من ضمن الشبهات التي أجاب عنها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب كشف الشبهات. قل له بيّن لي التوحيد ما هو، الحمد لله أنك تعرف التوحيد والشرك، لكن يا أخي بيّن لي التوحيد ما هو. يقول ما أدري، ما أعرف التوحيد، أنا موحد وبس. قل له بيّن لي الشرك ما هو. يقول ما أدري والله، الشرك الشرك هو الشرك. طيب تدعي شيء وأنت لا تعرفه، فأنت احصره من هذا الطريق فقط. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: في قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ما المقصود بهذه الآية؟ المقصود بهذه الآية أنهم لا يرضون أنك تبقى على دين محمد، وإنما يرضون أنك تخرج عن دين محمد، سواء دخلت في دين اليهود والنصارى أو ما دخلت، المهم إخراجك من دين محمد، هذه مهمتهم. نعم. أحسن الله إليك. ما حكم هذه المقولة: أن الله خلق السماوات في 6 أيام، فيقول مثلا: هل تريدني أن أخلص المعاملة في يوم وليلة؟ معنى صحيح، المعنى صحيح، يقول يعني الأمور تحتاج إلى تأني لأجل يضبط العمل. الله هو على كل شيء قدير، قادر على أن يخلق السماوات والأرض في لحظة، ومع هذا في 6 أيام، لأن هذا من الإتقان للخلق، هذا من الإتقان للخلق وترتيب المخلوقات. خلق الأرض، قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في 2 يومين تجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وقدر فيها أقواتها في 4 أيام، فخلقها في 2 يومين وتقدير الأقوات فيها في 2 يومين، المجموع كم؟ 4 أيام.
ثم استوى إلى السماء، ارتفع سبحانه وعلى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين. أضف يومين إلى أربعة أيام، كم صار؟ ستة أيام. وهو قادر على أن يخلقهما بلحظة واحدة. نعم، أحسن الله إليك. يقول السائل أيضا: ما حكم قول الله يهديك غصب عنك؟ ها؟ يقول الله يهديك غصب عنك. الهداية ما تكون غصب، ما تكون الهداية باختيار، تكون باختيار، ما تكون غصب، لا إكراه في الدين. المغصوب يقول ما مغصوبه ما بهلبا، المكره ما يكون عنده دين، إنما الذي يختار المختار هو الذي يدخل في الدين ويهتدي بإذن الله. نعم، أحسن الله عليكم. هل يجوز الأكل والشرب مع والجلوس مع النصارى؟ إذا كان الأكل والشرب مباحين فلا بأس، مع أن الأولى الابتعاد عنهم، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك لا مانع، ما دام الأكل والشرب مباحين ولا يدار على المائدة خمر. أما إذا كان عليها خمر ولا عليها خنزير ولا، هذا لا يجوز. نعم، أثابكم الله. هل الخوف والرهبة من الخلق دليل على ضعف الإيمان بالله؟ وما هو السبيل إلى الخلاص من ذلك، حيث أن ذلك أزعجني كثيرا وتسبب لي بأمر الله في مشاكل صحية؟ الخوف من الخلق إذا كان خوفا طبيعيا، تخاف من الظالم، تخاف من الجبار، تخاف من يعني، لا، هذا خوف طبيعي ما يضر، تعمل الأسباب لتوقيه الابتعاد عنه. أما إذا كان وهميا، الخوف من الخلق وهميا، هذا من الشيطان، الخوف الوهمي هذا من الشيطان، تعوذ من الشيطان واجتنبه. أيضا الخوف الذي الخوف الطبيعي من البشر إذا كان يحملك على تنازل عن شيء من دينك فهذا لا يجوز، تتنازل عن شيء من دينك، تتمسك بدينك ولا تخشى إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: لقد صليت صلاة المغرب والعشاء بسبب المطر، هل أصلي مرة أخرى؟ إذا كنت جمعت مع ناس اجمعوا بين المغرب والعشاء بسبب المطر فصلاتك صحيحة، لكن إذا حضرت الإقامة، إذا حضرت الإقامة فلا يجوز لك أن تجلس، بل تصلي معهم، تكون لك نافلة، تكون لك صلاتك الأخيرة نافلة، والأولى هي الفريضة. نعم، أثابكم الله. يقول السائل: أنا أعمل في كتابة العدل، ويأتي المراجع لنا ويقول: أريد أن أعمل وكالة لاستقدام عامل، ويقول: لا تحددوا أنه مسلم لأنه يريده غير مسلم، فما حكم عملي؟ لا تطيعه، تتعاون معه على الإثم والعدوان، لا تطيعوه في استقدام الكافر إلى بلاد المسلمين. نعم، أحسن الله إليكم. نستأذن معاليكم قبل آخر سؤال في هذا التنويه، حيث أن درس معالي الشيخ سعد الشثري هذه الليلة والأسبوع القادم، يعتذر عنه معاليه. وأما آخر سؤال فيقول: أثابكم الله، ما حكم من فاتته الصلاة ثم دخل المسجد فوجد أن الصلاة التي تليها، من فاتته الصلاة ثم دخل المسجد فوجد أن الصلاة التي تليها قد أقيمت، فماذا يفعل؟ يدخل معهم بنية الصلاة الأولى، يدخل معهم بنية الصلاة الأولى، فإذا صلاها معهم قام وأتى بالصلاة التي بعدها. نعم، أحسن الله. أتابكم الله الشيخ، صلى الله عليه وسلم.